عايز اتكلم معاك عن المشروعات والافكار اللي انت خدتها من الشباب واتكلمت معاهم وطرحتها للسيد المحافظ وتمت الموافقه عليها، والمشروعات اللي بتتم بشكل عام في محافظه جنوب سيناء. في البدايه انا عايز اقول لحضرتك احنا يعني في الاونه القادمه ان شاء الله احنا بصدد يعني عمل منصه فكريه للابداع والابتكار. الغرض من المنصه دي ايه؟ ان احنا هي منصه الكترونيه، الغرض منها ان احنا يعني نحصر كل افكار الشباب بشكل الكتروني عشان نوصل لكل شاب على ارض محافظه جنوب سيناء، بعيدا عن التعقيد الروتيني ان انا اقدم ورق او لا. احنا يعني بنستخدم التكنولوجيا في سبيل الربط ما بين الشباب والجهاز التنفيذي، وبالتالي يعني كثير من الشباب مثلا هو عايز يعمل طريق بستايل معين، بحاول اخليه يعني يبحث في الانترنت ويبحث في المواقع بشكل يعني عام، اللي بيشوف نماذج مثلا او مدن مماثله لمدينه الذهب مثلا او شرم الشيخ او الطور ازاي نطور، هو انا بشجعه بقى على البحث، وبالتالي هو يعني بيحضر فكره معينه بيحاول يوصلها لنا، انا بكون حلقه الوصل ما بين الشاب وبين حفظة، بحاول أوصلها للإدارة المعينة أو المديرية المعينة المنوطة بتنفيذ هذه الفكرة أو المقترح من قبل الشباب. جبريل، بتقول ان انت بتكلم الشباب المختلفين بمختلف الثقافات ومختلف القدرة يعني على التعامل. في شباب ما بتعرفش تتعامل مع التكنولوجيا، علشان احنا عارفين ان في تحول رقمي كبير في البلد، واحنا عارفين ان دي المرحلة القادمة اللي هيبقى كل الوقت بنتعامل بيها. بتعملوا ايه علشان تدمجوا الشباب دول في خطة الدولة ان كل الناس تبقى عندها القدرة؟ خلاص احنا شغالين على التوازي، مش بس بنحارب الامية، لا بنحارب الأمية التكنولوجية كمان. احنا بنحاول يعني نربط ما بين راحة المواطن والتكنولوجيا، وخاصة مصر الرقمية، بمعنى ان الخدمات اللي على مصر الرقمية، انت لو في الوادي حضرتك وعندك انترنت ممكن تقدم رخصة، تجديد رخصة، صورة بطاقة، شهادة ميلاد، كل الأوراق الثبوتية ممكن تستخرجها وانت في الوادي، انت عليك الاستلام فقط من سجل المدني او مكتب البريد. طبعا يعني انا بحاول يعني على قدر المستطاع يعني نوصل فكرة للشباب ان فعلا مصر هتتحول، التكنولوجيا الرقمية ستطبق على يعني في كافة ربوع الوطن وخاصة محافظة جنوب سيناء، عشان نواكب التطور، عشان نواكب يعني التنمية اللي بتحصل في كافة ربوع الوطن، عشان يكون لنا دور فعلا ونشجع الناس على يعني على الـ IT، الثقافة الرقمية، كل الحاجات دي مهمة يعني في المستقبل. صحيح. طيب.